انا عايز اعرف ده ارفع حديد عندكم؟ اه ده ال 10 مللي، ده حديد ال 10 مللي وال 12. الشركه طبعا بتنتج من اول ال 10 مللي وال 12 مللي لغايه ال 22 مللي. تمام. يعني تقريبا اللي حصل في مصر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار اثر على مبيعات الحديد بالسلب ولا بالايجاب؟ والله هو في ذبذبة في السوق طبعا بسبب الاسعار، كل شويه في زياده في نقص في زياده في نقص، فده تسحب بالنسبه لها اللي هما بياخدوا منك زي مناديب الشركات والكلام ده كله، اللي هو يخش معاك في مجال زي ده بيستنى يقول لك السعر هينزل بكره السعر هيطلع بكره. طبعا لما بيبقى في طلوع السوق بيركض شويه لغايه ما يرسى على حاجه. دلوقتي طبعا احنا زياده من اول الشهر لغايه النهارده بتاع حوالي 1100 جنيه. كم؟ 1100 جنيه في الطن، في سعر الطن. ماشي، في زياده سامعين عنها هيبقى بكره في زياده 500 جنيه في الطن. فالسوق طبعا فيه ذبذبه، فطبعا ده بيخلي ركود في المبيعات. يعني انا معلوماتي ان كان من حوالي 3 شهور سعر طن الحديد في حدود ال 5000 جنيه، ده فجاه قفز ل 10000. ده كان في شهر 6. اه في شهر 6 كان في حدود ال 5000، في حدود 4800 كمان. 4800 دلوقتي في حدود كام؟ دلوقتي وصل، انا ببيعه على ارض مصنعي المنتج بتاعي 9475. ايه اللي حصل بقى علشان الفجوه دي كلها؟ سعر الدولار اول حاجه، الدولار مش متوفر، البلت الخامات عليت، سعر طن البلت النهارده 430 دولار. ماشي، عقبال لما اضرب في 18.5 سوق سودا، طبعا عشان مش موجود في البنوك مش متوفر، اضرب في 18.5، اعمل مصاريفك مثلا 240 جنيه على سعر الدولار اللي موجود في 430 دولار. ماشي، مع تصنيع مثلا 1250 جنيه هتلاقيها وصلت ل 10000 وشويه تكلفه. يعني انت بتبيع تحت التكلفه عشان تشتغل. ده كلام حقيقي؟ كلام حقيقي. يعني حضراتكم بتخسروا؟ بنخسر. ما انا بقول لحضرتك احنا حاليا بنبيع اقل من ثمن التكلفه، بس عشان المصانع ما تقفلش وعشان الناس تشتغل. بس قول والله العظيم ان أنا... والله العظيم دلوقتي بنبيعها بحق التكلفه واقل من التكلفه كمان بتاعتي. سعر الطن النهارده بلت، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام كارثي. يا باشا انا واثق من كلامي، سعر الطن البلت النهارده 430 دولار، اضربه في سوق سودا 18.5 دولار هيعمل 7900 وشويه. اوكي، مصاريف استخلاصات والكلام ده كله عشان تخرج البلت من المينا والكلام ده كله اضرب 240 دولار، 240 جنيه. ماشي، 240 جنيه تصنيع مش اقل من 1250 جنيه للطن، تكلفه تصنيع مصنعيه على الطن يوصل ل 10000 وشويه، 10400 جنيه. انت النهارده بتبيع ب 9475 على اساس الدنيا تشتغل والمصنع يشتغل والكلام ده كله، مش اكتر ولا اقل. انتوا حضراتكم بتخسروا؟ فعلا بنخسر، مش بنكسب. طب هل عندكم خطه لمواجهه الخسائر دي في المستقبل؟ لا، في المستقبل في بنفكر في مصنع ان شاء الله ننشأه، بلت، تصنيع بلت. اه، على اساس ان انا استخدم البلت في المنتج بتاعي اطلع الصيغ الحديد منه. طب المصنع ده اتعملت له دراسه جدوى؟ شغالين فيها. طب متوقع على امتى تنشئوا هذا المصنع؟ ان شاء الله في 2020 ان شاء الله. 2020 الواحد موقعه فين المصنع ده حضرتك؟ هيبقى يا في السادات يا في اكتوبر. تمام ان شاء الله. ده ممكن يوفر في تكلفه، يوفر طبعا طبعا هيوفر جامد طبعا. يوفر بنسبه كام في الميه؟ يعني بنسبه مثلا لا تتعدى مثلا 35% 40%، مش اقل من كده. مش اقل من كده. طيب كويس جدا. عندكم مشاكل في استخراج تصاريح المصنع ده ولا الدنيا؟ لا 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 لا، سهلة الدنيا، ما فيش مشكلة فيها، مفيش أي مشكلة. تمام، ألف شكر لحضرتك. تحت أمر حضرتك، تحت أمرك.